شغل العالم كله امبارح وكان في متابعه. الجمهوريون في الولايات المتحده اتهموا الرئيس جو بايدن ووزاره الدفاع بالفشل في حمايه الامن القومي بعد الاخبار، هي مش اخبار، هي خلاص شفناها كلنا على الهواء، تفيد بوجود منطاد مراقبه صيني يطير فوق شمال البلاد وفقا لصحيفه ذا هيل. دعا كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب بالكونغرس الى احاطه لما يعرف بالثمانيه، وهم اعضاء الكونغرس الذين يتلقون افادات مخابراتيه من الفرع التنفيذي، معربا عن قلقه بشأن خرق المجال الجوي الأمريكي، وغرد على تويتر إن تجاهل الصين للسيادة الأمريكية هو إجراء وقح لزعزعة الاستقرار ويجب معالجته، ولا يمكن للرئيس بايدن أن يكون صامتا. تطور جديد في العلاقات الصينية الأمريكية، موضوع المنطاد ده امبارح كلنا كنا بنتابعه وقعد فترة طويلة، كاد يقترب أو تقريبا وصل لواشنطن، واشنطن دي سي العاصمة، وده مشكلة. وصحيح مع الاعتذار بتاع الصين ان الرياح هي اللي عملت كده وانه ده بس بتاع قياس المناخ ومش عارفة ايه، لكن ده تطور مرعب. طيب، هي مش المرة الاولى لمنطاد صيني يكون في الاجواء الامريكية. نعم، قبل كده كان في على حدود الولايات المتحدة الامريكية بحوالي 2000 كيلو كان في منطاد قبل كده. الجمهوريون حريصون على إظهار بايدن بأنه ضعيف. نعم. بأنه ضعيف في السياسة الخارجية، في التعامل مع الملف الصيني. الصين دعت إلى التهدئة ودعت إلى الهدوء في روايتين، الرواية الأولى الأمريكية وهي رواية أن المنطاد تم يعني كان بالقرب من قواعد عسكرية مهمة للصواريخ البالستية وأجهزة دقيقة جدا، وبالتالي هو قام برصد هذه التحركات وهذه المواقع العسكرية، ومن ثم كان هناك دعوة إلى ضرب هذا المنطاد، إلا أن الرأي الآخر كان عدم يعني إحداث في أي تلفيات نتيجة الخوف على الأهالي الأمريكان، وبالتالي هناك تصعيد من قبل الصقور في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه التعامل مع المنطاد. النهاردة منذ ساعات كان في منطاد ثالث كان موجود أيضا صيني في أمريكا اللاتينية. نعم. أمريكا اللاتينية. الولايات المتحدة الأمريكية لغت الزيارة لوزير الخارجية إلى الصين. نعم. إلى الصين اللي هي كانت يعني خلال أيام هيتم زيارة الصين لبحث التقارب الصيني الأمريكي. هناك أيضا رد فعل صيني بأنه دعت إلى التهدئة، دعت يعني تأسفت عما حدث وتحدثت أنه منطاد بدائي للأبحاث والأرصاد والجوية وليس له أي علاقة بالتجسس. هي عمليات ضغط على الإدارة الأمريكية لمزيد من التصعيد مع الجانب الصيني. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لن تستطيع أن تصعد مع الصين، خاصة مع تفاقم الأوضاع في أوروبا وروسيا وأوكرانيا. صحيح. والاجتماع الذي كان منذ ساعات بين الاتحاد الأوروبي في كييف مع يعني أوكرانيا لبحث الملفات الأمنية. صحيح. والدعم الأمني لأوكرانيا ضد روسيا.